لقد كان يوما رائعا. أجل تتذكرون كيف رقصت سان على الطاولة ثم سقطت؟ مرحبا شباب. مرحبا. مرحبا. هل أنا أتخيل؟ سامر وسام قضوا الليل خارج المخيم. هذا سيء جدا. سيء. اصمتوا شباب، اهدأوا. مرحبا سامر وسان. كنا ننتظركم لكنكم لم تعودوا. كيف كان الموعد؟ رائع. نحتاج لنصف ساعة، سنغير ملابسنا ثم نبدأ المسابقات. أشعر بالنعاس، أيمكننا ألا نفعل اليوم؟ أنا أيضا. فتيات، ألا تظنون أن المستشارات غريبات؟ أجل، لم يكونوا يتحدثون كثيرا. لا تقلقوا، سنعرف كل شيء من سمايل وتيمور. المستشارات ليس غريبات، لقد وقع في حب الأولاد فقط. لكن هذا ما أردناه. إن وقعت المستشارات في حب سمايل وتيمور سيخبروهم بكل شيء وسينتهي أمرهم قريبا. هاهم. ياهم اللقاء. سعيدات برؤيتكم. سعيدات لدرجة نود ضربكم. ليس الآن. اسمعوا بوني، إن عبثتم مع مستشارات المخيم لن ينجح الأمر. فراولات، أنتم من تعبثون مع المستشارات. ونحن نعرف كل شيء. والآن ابتعدوا، يجب أن نمر. لا نريد أن تتسخ عجلاتنا ببدلاتكم الحمراء. حسنا تحدثوا. لا يوجد شيء لنقوله. الموعد مجرد موعد. شباب كفى، أخبرونا كيف كان الموعد. هل عرفتم شيئاً أم لا؟ لا، لكن أظن أنه بعد عدة مواعد س... هل فقدت عقلك؟ أي عدة مواعد؟ يجب أن تنفصلوا عن سامر وسام في أقرب وقت. ننفصل عنهم؟ ماذا يقول؟ أجل، لا أفهم. حسناً، لقد تحدثنا معهم. يبدو أنهم فتيات جيدات لطيفات ومسؤولات. إيه سمايل وتيمور، أية مسؤولية؟ استيقظوا. ألا تتذكرون ما الذي حدث سابقاً؟ نتذكر. إذن ما المشكلة؟ حسناً شباب، لديكم يومين لتفضحوا سامر وسان. سمايل وتيمور، جوب لديه شيء ليقوله. ماذا؟ اسمع جوب وبوب، اذهبوا من هنا. لا عمل لديكم عدد تنصت. أنا لا أنصت، جئت لأتحدث عن جيجي. من أتاكم لحق لجعلها تبتسم؟ سأدافع عن صديقي مهما كلف الأمر. جوب وبوب، ارحلوا بسلام. هل تحتاجون المساعدة؟ ساعد نفسك. كلب المساعد، هيا.